أما غير الغائط والبول كالدم والقيء والإفرازات وغير ذلك، فقال إذا كان نجسا فينتقض الوضوء، ينتقض إذا كان نجسا وكثيرا. طيب كيف نحكم أنه كثير أو غير كثير؟ قال كل بحسبه، كل بحسب، يعني إذا كان في نظر الذي خرج منه أنه كثير، لكن الناس يتفاوتون في هذا. في ناس لا مبالاة، صح ولا لا؟ ما يهتم، الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة أبدا. وفي ناس لو تطلع من قطرات من الدم انهبل، صحيح؟ يعني يحدثني أحد الإخوة يقول دخل علينا أخوي كان قالب بسيكل زين دراجة النارية هذه، ودخل عين البيت وكله دمان حمر من الدم، يقول وصب الدم، يقول أمي بغت تغش يعني، يقول يوم شافته إيش فيك؟ قال ما في، بس جهزوا الغداء بروح أتسبح وجهي. لا مبالاة، طيب يعني الدم يخر منه بروح يتسبح وجهزوا الغداء. يقول في ناس لا مبالاة عنده في هذا الدماء وهذا، وفي ناس لا، قطرات دم يمكن يغمى عليه من الخوف، دم وكذا وشاف الدم. فقضية أن كل إنسان بحسبه ما تحسم. وصحيح أنه ينظر هل هو نجس أو طاهر. أما الدم فالصحيح أن الدم المسفوح نجس، والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة، هذا كما قال النووي رحمه الله تعالى بالإجماع أنه يعفى عن يعني نقاط الدم اليسيرة، هذه يعفى عنها بالإجماع. لكن الدم السائل القليل ولكنه ليس مسفوحا، فهذا اختلف فيه أهل العلم، وإن كان الجماهير بل هناك من نقل الإجماع على أنه نجس الدم مطلقاً.